صباح الخير للجميع. I'm sorry. هلا هلا بتحرك. لا حاجة لهون. أسعد الله صباحكم. أنا رح أكون كتير مختصر ومكثف. مو لأنه هذا اليوم الثالث، لأنه ما تزال الديناميكية العالية موجودة في وجوهكم وعندكم رغبة لبذل المزيد من الجهود. موضوعنا رح يكون هو جزء من هذه اللوحة خلف رئيس الجلسة، استمرارية التميز في إحداث التغيير. خلال يومين ونصف تداولنا في 7 قضايا كبرى بالحقيقة، مش G7، قضايانا في العمل المدني. تداولنا نقاش مهم حول الرؤية، حول خطوات التنفيذ، حول القيادة، حول الموارد، وأيضا حول التوثيق. وبلا شك حكينا قضايا كبرى تتعلق بالمساعدة التقنية وجعل النتائج تهم. دكتور هاني، جعل النتائج تهم، هذه هي المسؤولية الكبرى على هذا الملتقى العالي النوعي. بلا شك غطى كثير من الزملاء والأصدقاء أقسام مهمة من هؤلاء 7 الكبار. سأكون مهتما فقط في العنصر رقم 1 المتعلق بالرؤية. كيف تكون رؤيتنا واضحة لما نقوم به من مهمات وأعمال؟ مع بداية الألفية الثالثة ظهر على الساحة كائن جديد أخذ يتحرك بحرية في مساحات مفتوحة له. هذا الكائن لديه الكثير من الصفات المهمة. إنه محلي الرؤية، يلتصق مباشرة بمجتمعه، نقدي ومتشكك وتجريبي أيضا. إنه كائن مفتوح الأفق، مدعوم بالتقنيات الحديثة، ومحركه الأساسي قيمي. إنه ينطلق من منظومة قيمية. هذا الكائن هو هذا المجتمع المدني الوليد الذي استثمر في الفضاءات التي سمحت له وأصبح يوسعها تدريجيا. مشكلة هذا الكائن أنه في لحظة ظهوره كان عليه أن يكون إطفائي. بعتقد في ورقة الدعوة اللي أرسلها الدكتور هاني لم نعد نريد أن نكون مطفئي حرائق. يجب أن نكون أن نمارس الاستجابة الاستباقية التي تمنع حدوث المشكلة، وهي بعتقد هي النقلة النوعية الأهم في دور العمل المدني. كيف نستطيع أن نتحول من هذه المشكلات العميقة التي تنهار على مجتمعاتنا من دور مطفئ الحرائق إلى دور الاستجابة الاستباقية؟ وهذا يعيدنا مرة أخرى للحديث عن مجتمعات المخاطر. لماذا بيئتنا المحلية أمام أي استعصاء اقتصادي، ثقافي، روحي، بنيوي لا يكون مخرجها إلا بالعنف؟ أعتقد في هذه القاعة من خبر ذلك جيدا في التجربة الليبية واليمنية والسورية، وقبلها في التجربة اللبنانية والعراقية. كانت مآزقنا الأساسية مخرجها الوحيد في العنف. نعود مرة أخرى إلى الحديث الأساسي. كيف يمكن تأمين رؤية واضحة من أجل مساراتنا الأساسية في العمل المدني للانتقال من واقعنا الحالي من النقطة A إلى النقطة B؟ يجب أن نتساءل ما هي معيقات تطورنا الاجتماعي البنيوي اليوم، ولماذا هذه المنطقة منكوبة على مدى قرن من الزمان منذ لحظة خروج الاستعمار منها؟ أعتقد في عنصرين أساسيين يجب الحديث عنهم. رقم 1، وأعتقد سعادة السفير أشار إلى ذلك، أننا NGOs، وهذا يفترض بالضرورة وجود GOs. المشكلة
أننا منذ غياب المنظومة الاستعمارية لم تستطع مؤسساتنا الحكومية أن تنتج هذه المؤسسة الجي أوز لنتحدث عن Non-Government Organization. وفي عنصر آخر أعتقد أنه من المعيقات، صدرت لنا الثقافة الغربية نوع من مفهوم السوبرمان، السوبرمان الذي يستطيع أن ينجز كل شيء لوحده. واليوم تستطيع أن تقول يعني مؤسسة سينمائية ضخمة مثل مارفل تنتج شخصية أسطورية كل سنة، أبطال خارقين. نحن نستورد هذا المفهوم، والغرب لا يمارسه على فكرة. الغرب يركز في مدارسه على فعلا التفوق الشخصي مهم، لكن العمل الجماعي مهم أيضا. يجب إسقاط فلسفة السوبرمان من عملنا المدني، ولا لا نستطيع أن نبني بنية فكرية جماعية في التغيير. كيف يمكن أن نحدث تغييرا في مختلف الأنشطة التي نقوم فيها حاليا؟ سأقدم لكم من عالم الرياضيات بعض الأفكار، جزء منها موجود في الكتب المدرسية وجزء طورناه على مستوى الأداء في سوريا. في رؤيتنا للتغيير نعتمد المعادلات التالية لإحداث تغيير إيجابي، Change Plus. يجب أن تكون لدينا بالدرجة الأولى رؤية، وهو موضوع حديثي الأساسي اليوم، رؤية واضحة للتغيير مدعومة بعدم الشعور بالرضا. أحيانا الإسلاميين يعتبروا الرضا مسألة صحيحة، أعتقد يجب أن يغيروا هذا المفهوم. الرضا مسألة ليست صحيحة في عمل المنظمات، الرضا بقسمة الله صحيحة، ولكن في عمل المنظمات الرضا مسألة غير محمودة. إذن يجب أن نمتلك رؤية تستثمر في عدم رضانا عن واقعنا الحالي، وتستطيع أن تقدم خطوات أولى، first steps، خطوات أولى تقدم للناس حلول. إذا كانت هذه العناصر الثلاثة مجتمعة أكبر من فعل المقاومة، أعتقد أنه سيحدث هناك تغيير. أما إذا بقي فعل المقاومة الآر الريزيستنس، إذا بقيت هذه الآر أكبر من هذه العناصر الثلاثة، فهذا الجهد سيبقى لا يحقق التغيير، إنه مطفئ حرائق ولا يصنع مجتمعات. خليني أقول إنه الآر ما تزال في منطقتنا كبيرة وكبيرة جدا، وهي لا تتعلق فقط في حكومات استبدادية، ففي قصورنا الذاتي، في حداثة تجربتنا في العمل المدني، في التدخلات الإقليمية والدولية في شؤوننا الداخلية، كل هذه القضايا تعظم من فعل الآر وتخفض من كل أنشطتنا المبذولة بكل التضحيات بالجهد والعرق والدم. إذن كيف نستطيع أن ندعم الطرف الأول في هذه المعادلة ليتساوى مع الآر، ليتفاوض معها ثم ليتغلب عليها، أو ليقنعها أن تكون جزء من مشروع التغيير؟ أعتقد أن عنصرا أساسيا في تدعيم الطرف الأول في المعادلة يتعلق بالاستقلالية. كيف ننشئ وننظم مجموعات مدنية عالية الاستقلالية؟ إذن دعونا حاليا أن نمنح العناصر الأولى في التغيير، الرؤية وعدم الرضا والخطوات الأولية، أن نمنحه عنصر قوة جديد هو الاندبندنس، الاستقلالية. ما هي الاستقلالية في الحقيقة؟ هي أيضا مجموعة ثلاث عناصر. أعتقد مبارح الدكتور إيهاب تحدث طويلا عن الحوكمة، الكفرنس. إذا بوجود حوكمة، بوجود ميديا بمعنى قدرة وصول إعلامي وتقديم خطاب بديل عن خطاب الكراهية، والوصول إلى الناس وتقديم مؤسساتنا بوجهها الحضاري، الميديا عنصر كتير مهم في عملية الاستقلالية. والعنصر الثالث المهم، وبتصور كلنا سمعناه في اليوم الأول من صديقي خالد ومحمد، بتعلق بتعدد المانحين. العناصر الثلاثة هي بمجموعها ستمنح مؤسساتنا استقلالية عالية تزود مشروع التغيير بمزيد من القوة. بعتقد أنه من الصعب أن نحصل على استقلالية بمجموعات صغيرة ومتوسطة بشكل فردي. يمكن أن نفكر بالماكرو، كيف نستطيع
أن نطور فكرة الاستقلالية من خلال رؤية جماعية ومن خلال تعاون جماعي، بمعنى أن نفكر في مسألة اللوبي. بعتقد عبر أحد الأصدقاء امبارح عن اللوبي بكلمة الحشد، وبعتقد أيضا الالتزام بالمصطلح الإنجليزي ليس خطأ، لأنه يمكن يكون اللوبي رغم أنه هي كلمة نكرهها نحن من مخلفات نقاشنا في القضية الفلسطينية، نكره كلمة اللوبي. ما الذي يعنيه اللوبي بالنسبة لنا اليوم؟ يعني مزيد من التنسيق بين المؤسسات coordination، وأيضا تضمين يجب أن لا يكون عندنا أي نوع من أنواع الفيتو خارج القيم الإنسانية. إذن تنسيق، تضمين، ونتوركس، شبكات. بعتقد هذا المجموع هون هو أحد هذه النماذج من التضمين والتشبيك والتنسيق. إذن خليني أقول إنه هذه العناصر التسعة الموجودة، العنصر الأساسي في التغيير وداعميه الاستقلالية واللوبي، قد تعدل هذه المعادلة شبه المستحيلة في منطقتنا، والتي تجعل التغيير أمراً أسطورياً خارقاً للعادة. كلما دعمنا عنصر من هذه العناصر نكون خطوة باتجاه أن يتحقق التغيير وأن تصبح عنصر المقاومة، مقاومة التغيير عنصراً معزولاً ويمكن الانتصار عليه. دعونا نضعها في معادلة واحدة في نهاية هذا العرض، معادلة واحدة لرؤيتنا كيف نغير واقعنا. أتمنى على كل عضو مجلس إدارة، على كل مدير تنفيذي، على كل مدير برامج، على كل مدير بالي، أثناء تلقيه أي برنامج جديد أن يسأل نفسه: هل سيحدد هذا البرنامج هذه العناصر بشكل واضح؟ هل سيكون برنامج المنفذ على الجمهور أصحاب الحق كما نصر أن نسميهم؟ هل هذا البرنامج سيحقق رؤيته؟ سيحقق عدم الاستجابة، عدم الرضا عن الواقع الحالي؟ سيحقق خطوات في الماكرو الصغير، لأن النجاحات الكبرى هي ابنة النجاحات الصغيرة؟ هل سيستطيع أن يزيد من استقلالية مؤسسته؟ هل سيؤمن نوع من اللوبي والتنسيق مع الشركاء الآخرين في كل مشروع؟ يجب أن تكون هذه العناصر التسعة موجودة على الطاولة وأن نفكر فيها بعمق، لأن هذه المسألة هي جزء من مسؤوليتنا الاجتماعية. هل يمكن الانتقال من A إلى B؟ الحديث مبارحة كان عن الحروف الأولى في أذان العصر الجديد إلى مجتمع إنساني، إلى استجابة إنسانية مختلفة. هذا الانتقال من A إلى B رهن بإرادة هذه المجموعة والمجموعات الأخرى تدعم على نفس الموضوع، وبإرادة ورهن العناصر التسعة التي يجب أن تقلب المعادلة. يجب ويمكن أن تكون المقاومة خارج تخطيطنا، وأن نستطيع أن نطور هذه العناصر التسعة للتغلب عليها، وأتصور أن الآفاق مفتوحة أمامنا جميعا. شكراً.